هذه واحد الفرصة اللي واحد الأسبوع تجاري كتندمو الجمعية بكيسيق مع وزارة التجارة الدار البيضاء سطات، هذه كيسات مع الأطفال المدرسية باش يكون أكثر من الناس من الزبون اللي في الدورة السابقة عرفت واحد الإقبال بحكم الأثمنة والجودة اللي كانوا فيها. وهذا الأسبوع التجاري كيبدا من نهار 31 في شهر 3 إلى غاية 9 في شهر 4 اللي فيه مدة 10 أيام. وهذا كيلتزموا في التجار واللي يعني خصو يشارك فيه إلا التجار اللي عندهم المتاجر عندهم في وسط المدينة اللي هو شارع الأمير عبد الله ومحمد الخامس والأزقة ما جاورها لها. كيلتزموا باش يخرجوا السلعة ديالهم ويأفيشيو لي بري لونسيان بري نوفو بري باش حتى الزبون يعرف شنو هما الأثمنة اللي كانت قبل الأسبوع التجاري.